فقال الله عز وجل هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فلما ذكر فضله جل وعلا على نبيه في الدنيا ذكر الله جل وعلا فضله على نبيه في الآخرة، قال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. وهذا ما يكون له صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الخلق أجرا لكثرة من تبعه، وهو صلى الله عليه وسلم له أجر من تبعه من أمته، كما بين إجمالا في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم، جاء بحرف الجر على، وهو إن كان يفيد الجر نحويا إلا أن من معانيه الاستعلاء، والمعنى أن الله عز وجل أعطى وآتى نبيه صلى الله عليه وسلم خلقا عاليا ما زال مستوى ما زال عليه الصلاة والسلام عاليا به، وذلك الخلق استولى صلى الله عليه وسلم عليه فقال له فهو كعب. ما من خلق إلا ونبينا عليه السلام، ما من خلق محمود إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم له فيه الحق الأوفر والنصيب الأعظم. وكل هدي في الأنبياء قد تفرق جمعه الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال له لما ذكر أنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف، فاقتدى صلى الله عليه وسلم بخلق الأنبياء قبله فأصبح إلى ما أتاه الله من خلق، وقد جمع الله له ما تفرق في أخلاق الأنبياء، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق خلقا. ودل أمته على هذا وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال ربنا هنا وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين له جل وعلا يبين للنبي قائلا فستبصر ويبصرون، الأيام قبل بالنسبة لك ولمن عاملك، فستبصر ما سيكون من ظهور دينك وعلو كلمتك وما تدعو إليه وانتصار شأنك وأمرك، وسيبصر هؤلاء الكفار إن بقوا على كفرهم ما سيعودون إليه في الدنيا من الخزي والعار والنكال، وقد وقع ذلك كله قطعا كما وقع في يوم بدر، ثم وقع في يوم الأحزاب، ثم كان فتح مكة يوم أن فتحها الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين، واللام هنا ناهية بالإجماع، وتطع فعل مضارع منصور إلا أنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين، التكذيب أي أنهم كذبوا فيما أرسلت به، والكذب يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الاعتقاد. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، وقال بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا نشهد إنك رسول الله، فهم ليسوا كاذبين في أقوالهم إنما هم كاذبون في اعتقادهم. فالكذب يقع في المعتقد، يقع في القول، ويقع في الفعل. لكن قول الله جل وعلا هنا فلا تطع المكذبين، أي هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عما أفاء الله عليك من النعمة وعما أتاك الله من الحكمة وما دلك الله عليه من الهدى والتوحيد، لا تقبل دعواهم البتة فلا تطع المكذبين. ثم بين الله لنبيه حالهم بقوله ودوا أي راغبوا لو تدهن فيدهنون. قال الفراء وغيره من أئمة اللغة داهن بمعنى خان دينه وأظهر ما لا يثمر، فقال الله عز وجل هنا ودوا لو تدهن فيدهنون، يغضب هؤلاء من أهل الإشراك والكفر لو أنه أنك تقبل ملايكتهم فيلين لك فيصبحون جميعا في وبال وخسران. لكن الله عصم نبيه نزى خاتم رسله وسيد أنبيائه عن هذا كله ودوا لو تدهن فيدهنون. ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عذل بعد ذلك سمين ان كان ذا مال وبنين. يقول اهل العلم ان هذه الايه، الايات جلها نزلت في الوليد بن المغيرة وهو والد خالد بن الوليد، وقالوا ان الله ما عاب احدا في كتاب كما عاب الوليد بن المغيرة، ولهذا قال الله بعد ذلك في ايات كما سياتي سنسمه على الخرطوم. وذكر الله جل وعلا بعض اوصاف ذلك الطاغيه
وهو الوليد. الوليد بن المغيرة كان معظما في قريش مبجلا، تجله قريش حتى قالوا انه كان في بعض احوال اذا احتل لا يحتل احدا اجلال، لا يحتل احدا اجلال الاحد. وهو اول من بين للناس ان يدخل المسجد الحرام حافي القدمين. ولما اراد قريش ان تبني الكعبه يوم ان قررت هدمها واعاده بنائها لما ذهبها السيف، اجبرت قريش ان تاتي الى الكعبه وتهدمها. فكان اول من تقدم الوليد بن المغيره. فلما راى قريش ان لا ضر مسه ولا شر اصابه تبعته على هذا، فاصبح رجلا معظما مع كثره ما اتاه الله جل وعلا من المال وما اتاه الله جل وعلا من البنين. وما اتاه الله تبارك وتعالى من المال والبنين مع ما اتاه الله جل وعلا من المال والبنين، الا ان هذه العطايا التي اتاه الله جل وعلا اياها كان ينبغي ان تجعله يعرف نعمه الله، ان يعرف نعمه الله عليه فيكون اول من امن. فلما قلت له ان يسمع القران وقد شاخ وكبر وعرف كلام العرب وسمعه وعلم شعرهم من كهالتهم من كذبهم من صدقهم لكثره ما مر عليه من الاقوال نظما ونثرا ومن تجارب الايام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على قريش واخبرهم ان هذا ليس بشعر ولا كهانه، خافت قريش ان يكفر الوليد، فاذا كفر قد يتبعه اكثر الناس، فاخذوا يلومونه ويعاتبونه. فاراد ان ينتقم لنفسه فجعل من الدين كله، جعل من الدين كله سبيلا الى ان يجعله قربانا لقريش، فقدم رضا المخلوق على رضا الخالق. وعصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه صادق، وقبل قول كفار قريش وهو يعلم انه كاذبون. قال الله جل وعلا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر اي في القران ثم عبس وبصر اي قدر وعمى ثم ادبر واستكبر. وقريش حوله تنتظر كيف يقول قولا فصل في القران. قال ان هذا الا سحر يكفر، ان هذا الا قول البشر. فجعل كلام الله مثل قول اي احد من الخلق، فجمع ما بين ما لا يمكن ان يجمع بينهما. هذا كله اضراره وامثاله جاءها في سوره القلم. قال ربنا تبارك اسمه وجل في النار يقول لنبيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم. ومن دلائل من دراهم تفسير القران ان الله اذا نهى عن شيء فهو امر بضده، اذا نهى عن شيء فهو امر بضده. فلما نهى الله جل وعلا عن الكذب فهو امر بالصدق، ولما نهى الله جل وعلا عن ان يكون الانسان مانعا للخير فهذا دعوه للملك. والروح بعض ما يذهب ثم يتبعها الماء، لكن الروح يملكها كل واحد، وقد لا يقدر ان يعيش لقله ماله، ان يعيش عزيزا، لكن المال لا يملكه كل واحد. فلذلك قدمه الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. هذا هنا قدم الناس، وفي ايات قدم الماء. قال ربنا مناع للخير، ما وجبه الله عليه من الخير في النفقه على من يقول من بذله للناس منعه، فباق بالاثم والخسران، لان البذل من اعظم ما دل الاسلام والشرع عليه، ومن اعظم ما يبذل الارواح قطعا. فان الغنا المطايا في المناسبه التي نحن فيها، فان اخواننا ابناءنا من حرس الحدود على حدود واسعه ممتده، هي بلادنا الغاليه حرسها الله وحفظها من كل سوء. وهؤلاء الاجلاء يبذلون ارواحهم قبل كل شيء، ويعلم كل رجل يريد ان ينال للبلاد شرا ان السبيل الى داخلها لن يكون الا اذا تجاوز حدودها، اما تجاوزها بالجرم الذي يحمله، او تجاوزها بان سبق الدماء حتى يصل الى داخلها، وبعد ذلك يبث فيها ما يريد ان يبث فيها من شر لا مكن الله له. على هذا فان بذل الارواح اذا استصحب بحسن النيه، فاعظم ما يوصى به رجالنا الكرام الاجلاء من حرس الحدود وغيرهم من رجال الامن اخلاص النيه لله، وهم ماجورون، وان كانوا ياخذون اجرا من الوالد ولي الامر من بيت مال المسلمين
وإن كانوا يأخذون أجرًا، إلا أن أخذ الأجر هنا لا ينافي مكة، ولا يصادم ولا يعارض ولا يعارض أجر السماء، لا يعارض أجر الله. فإن قال قائل أين الدليل؟ فإن الله جل وعلا كتب للمجاهدين في سبيله أجل الدرجات وأعظم المنازل، وذكرهم في القرآن كما لا يخفى وذكرته في السنة. ومع ذلك أباع الله للمجاهدين أن يسبوا النساء وأن يأخذوا العطايا والأموال، وأباح لهم الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الله إن كل الله والرسول، واعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما غنمه من فتح خيبر على من حارب، فجاء الشرع بها. فالسبي الإسلام وصول الغنائم وتقسيم أموال من يظهر أهل الإسلام بهم من الأعداء الكفار يقسم على المجاهدين، مع أن الله وعد المجاهدين الجنة. فلا تعارض بين أخذ الأجر الدنيوي وأخذ العدل وأخذ الأجر الأخروي. فهؤلاء الأجلاء وإن كانت تعلى مراتبهم بعد خدمة معينة ويأخذون أجرا، إلا أن عظيم الأمر الذي هم عليه والرباط الذي هم فيه يجعل منهم إذا خلصت نياتهم وهم إن شاء الله كذلك وصلحت مقاصدهم يجعلهم في أجل المنازل وأعظم الدرجات. فإن علم أنهم يحفظون مكة والمدينة وديار المباركة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأن هذه البلاد قدرها أن يحمي الله بها دينه ويعلي الله جل وعلا بها كلمته. ومن أراد أن يعرف عز الإسلام فلينظر إلى اجتماع المسلمين يوم عرفة، إن الله ما خلق الخلق إلا ليعبده. فكل أحد يسهم في أن يكفر من يعبد الله هذا يدل على أنه على طريق قويم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به ورآه أخوه موسى قال جاء الحديث، فلما جاوزه بكى موسى. قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمته. فموسى عليه السلام بكى غبطة أن النبي أتباعه أكثر منه فيدخلون الجنة. فتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحرص المؤمن على أن يعين الناس يهيئ لهم أن يعبدوا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، هذا من دلائل السير على الطريق المستقيم. لأن الإنسان يمشي على الطريق وكل يدعي أنه على الصواب وكل يدعي أنه على الاستقامة، لا بد من برهان، لا بد من دليل، لا بد من شواهد من القرآن والسنة تدل على أن الإنسان يسير في الطريق الصحيح. فلما ترى الملايين تلم في عرفة تلبي ربها وتحمده وتشكره وتدعوه وترجوه، هم يزدلفون بعد شعيرة أو أخرى إلى الحرم المكي فيصلون جميعا خلف إمام واحد، يقرأ الفاتحة فيؤمنون، يركع فيركعون، يسجد فيسجدون، في أمر وارد وظل قائم ورحمة من الله. أعظمها الهدى إلى هذا البيت يعلم الإنسان أنه بحمد الله على طريق مستقيم وسبيل قويم، فيحمد الله أن جعل على هذه الحدود من يحفظها من رجال المؤمنين الذين حتى في تناوبهم في حراستهم لا يمكن أن يتفرق جمعهم المكاني لا تصلي إلا على الصلاة، تصلي طائفة وتبقى طائفة. وهذا إحياء لشعائر الدين وتذكير بأحوال المسلمين من قبل. فقال الله جل وعلا هنا مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. إلى أن قال الله، هذا حاجة للتفسير في ذكر الوليد بن المغيرة، قال سنسمه على الخرطوم. الوسم أن يجعل على من تريد أن تسيمه على، وقد تكون السمة في الخير وقد تكون السمة في الشر بكل جهة الله. قال الله جل وعلا عن السمة في الخير في ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولما ذكر أهل الإجرام قال يعرف المجرمون بسيماهم من علاماتهم. قال هنا سنسمهم، والعرب تعرف الوسم، سنسمه على الخرطوم. والخرطوم لا يقال إلا في دابتين، الفيل والخنزير، يقال لأنفهما خرطوم. أما غيرهما العرب لا تعرف أن تقول الخرطوم إلا على الفيل والخنزير. فالله جل وعلا لما أراد أن يهين هذا الكافر أهانه لفظا ومعنى. فأعظم، فإن الوسم في الوجه شيء،
ويقبح إذا كان في الأنف، لأن العرب إذا أرادت أن تحكي الذلة قالت رغم أنفه، جدع أنفه، لأنهم يعرفون أن الأنف مناط العزة. فقال ربنا هنا سنسمه على الفطور، وقلنا إن هذا من مقتضى ما دلت لغة العرب عليه، ويدل عليه أن جرير والفرزدق والأخطب وهم شعراء عاشوا في عصر بني أمية، والبعيد الراعي أمية، هؤلاء شعراء تكالب أكثرهم على جرير، وكان أحسنهم ديانة، وكلهم فرسان في هذا الميدان، وبينهم ما عرف في التاريخ العربي بالنقاء. فكان الشاعر منهم يأتي بقصيدة يذم بها صاحبه، فيأتي صاحبه بقصيدة على وزنها ورويها وبحرها، فيهدم ما قاله صاحبه فسميت بالنقاع. من تلكم النقاع، قال جرير يهدم فرزدق، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيف جدعت أنف الأخطر. الشاهد منه في الشطر الأول، لما وضعت على الفرزدق ميسمي، قلنا هذا أسلوب عربي ظاهر، وهنا قال الله عز وجل هذا قبل أن، فالشعراء أخذوا ذلك من القرآن، قال سنسمه على الفرزدق. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا كله ذكر أصحاب الجنة، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يخبر عن قوم ظاهر القرآن أنهم غير بعيدين عن أهل مكة، إما أن يكونوا في الطائف نفسها أو أن يكونوا في اليمن، وقال بعض أهل العلم غير ذلك، لكن هذا أقرب إلى الصواب، لكن هذا أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله، وإن كان لا يتعلق بالعلم في مكانهم كبير فارغ. قال ربنا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يكون الجذاب أن يجدوها صباحا ولا يستثنون. قال بعض أهل العلم لا يقولون إن شاء الله، لكن عندي هذا بعيد، لأن شخصا يريد أن يعصي لا يمكن أن يتذكر المشيئة، لكن قول الله جل وعلا ولا يستثنون، أي ولا يستثنون المساكين أن يحقوهم، إذا أقسموا ليسلمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها على الجنة طائف من ربك صاعقة حرقتها، وهم أي أصحاب الجنة نائمون أي في الليل، فتنادوا مصبحين، إلى الآن لم يدركوا أن الجنة قد اقترب، فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا أيقظ أحدهم أخاه أن اقضوا على أنفكم إن كنتم صالحين، إن كنتم ما زلتم على الأمر الذي بيّنتموه فاسعوا إليه، فاقضوا على أنفكم إن كنتم صالحين. قال ربنا وغدوا على حرد قادرين، الحرد بمعنى الدمع، العرب تقول حاردت السنة إذا منعت خيرها، وحاردت الإبل إذا منعت درها، وغدوا على حرد قادرين أن يظنون أن مشيئتهم ستنفذ، وستكون لا محالة. وهذا من معاني قول الله جل وعلا ولا يستثنون، فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤنا عنه وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها أي الجنة قالوا إنا لضالون، إما المعنى أنهم يقولون ضللنا الطريق فليست هذه جنتنا التي نعرفها، وإما أن يكون المراد بالمعنى أنهم تلقوا أنهم أخطأوا، فقالوا إنا لضالون أي في عزمنا على أن لا نبقي المساكين شيئا، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، وهذا يسمى بل ضرب انتقال، أي علمنا أن الله جل وعلا حرمنا خيرا. قال أوسطهم، قال العلماء لا يلزم أن يكون أوسطهم سنا، ولكن المراد أقومهم طريقة أعدلهم أعقلهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم، أي لما سبق بدليل أن الفعل جاء بصياغ الماضي، لولا تسبحون، ما المراد بقوله لولا تسبحون؟ والمراد العلم عند الله أنكم حين عزمتم على أن تمنعوا المساكين ظننتم أن مشيئتكم نافلة، فكان الأولى أن تنزهوا الله تبارك اسمه، لأن التسبيح والتنزيه كان الأولى لكم أن تنزهوا الله أن يقع في ملك إيمانا بك، أن تنزهوا الله أن يقع في ملك إيمانا بك، محال أن يقع في ملك الله إيمانا بك، محال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
قال الله عز وجل هنا قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وقوله جل ذكره إنا كنا ظالمين يحتمل معنى المعنى سبحان ربنا أن يكون قد ظلمنا بأن أحرق الجنة وهي لا تستحق الحق. ننزه الله عنها. إنا كنا ظالمين بمعنى أننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا بأن منعنا تلك الجنة ما دأب عليه أبونا من قبل أنه يعطي الفقراء. وأحيانا يخرج الله الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فقد كان أبوه يخبر المساكين بقوله حصادي ما في جنته من ثمار. وهؤلاء قال الله عنهم كما في صدر الآيات فانطلقوا وهم يتخافتون يخافون أن يسمعهم أحد فيبلغ الفقراء والمساكين فيأتون يطالبون بما كان أبوهم من قبل أن يعطيهم. وقد قال الحسن البصري يأبى الله إلا أن يذل من عصاه يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلما علموا أن ما يسعون له ويقومون به معصية لله وجدناهم يتخافتون يستحي أحدهم أن يرفع رأسه بهذا الأمر مع أنك تراه يطيع الله يخرج عزيزا لأن الناس لو رأوه لا يمكن أن يعيروه بما رأوا. ولو أردنا أن نضرب أمثلة على واقع أهل زماننا اليوم لرأينا هذا الأمر جليا فيما يأتي. لو أن أحدا إذا أقبل الصيف أراد أن يذهب إلى الحرم المكي ليعتمر فالرجل يلبس إزارا ورداء ويخرج في تلك الحلة تاركا ما كان يعتني به من ثيابه وباطما يستعين به من طلائع التجمل. ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يستحي أن يقابله أحد في السفر وهو بهذا النداء لأنه يعلم أنه على الراعة وعلى طريق طويل ويؤم البيت. لو أن هذا المحرم له ويريد أن يمم غابة حالات الشر وبارات الفرق ويريد أن يلبس لبسا موافقا يدخل به الحانات أو أن يمر على دولة سيصل بها عن طريق مكان دخولها وخروجها إلى تلك البارات فإنه لو قدر أضحى قريبا من تلك الحانات والبارات ورأى مسلما عالما جاء يطبق أو جاء لعلم أو جاء للمهمة الرسمية لتقطع راسه وتوارى واستحيا ان يراه احد ويعلم في حقيقه نفسه انه لا يقدر ان يرفع راسا بهذا الامر كما كان اصحاب الجنه يتخافتون في عزمهم على ان يسمعوا ما صنع. قال الله عز وجل يذكر توبتهم قال انا كنا ظالمين سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين يوم أن بيتنا أن نحرم المساكين من خير. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وظاهره والعلم عند الله أن الله تاب عليهم. وإن كان فقد رحمه الله سئل أصحاب الجنة هؤلاء في الجنة أم في النار فقال لمن سأله لقد كلفتني تعبا أين أنا. قبل الله توبتهم او لم يقبل توبتهم نقول ظاهر القران ان الله عز وجل قبل توبتهم. قال فما قال الله عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. قال ربنا بعد ذلك كذلك العذاب. اي عذاب؟ عذاب الدنيا بقرينه ولعذاب الاخره اكبر ويحسن من تقف هنا ويقبل العذاب. كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر. ثم تقرأ لو كانوا يعلمون يصبح المعنى ان جواب لو محذوف والتقدير لو كانوا يعلمون ما صنعوا ما صنعوا. لو كانوا يعلمون ان عذاب الاخره وعذاب الدنيا هذا حالهم ما صنعوا ما صنعوا لو كانوا يعلمون. فلما ذكر الله حال الاشقياء وعيد الاشقياء ذكر الله بعد السعداء فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم
جنات مضاف والنعيم مضاف إليه، والمعنى أن جنات النعيم أدخلنا الله وإياكم إياها ليست مما يلحقها المنقصات مثل نعيم الدنيا، فإن نعيم الدنيا تلحقه المنقصات لا محالة، أما نعيم الآخرة فلا تلحقه المنقصات. والظاهر والعلم عند الله، وأنا أستطيع في التفسير أعانكم الله أن الله خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، فأهل الجنة لا دخلوها وأهل النار لا دخلوها، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، وينادي الناس يا أهل الجنة تعرفون هذا يقولون نعم هذا الموت، ويا أهل النار تعرفون هذا يقولون نعم هذا الموت، فيذبح. ما الذي يذبح؟ الكبش. فينادي المناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فخلق الله الموت على صورة كبش، الحياة خلقها الله على صورة فرس، أقصد بالحياة حياة الأرواح تبث في الجن في الإنس في الملائكة، خلقها الله على صورة فرس. فلما جاء جبريل ليقود موسى عليه السلام ومن معه كي يخرجوا من أرض مصر، تقدم جبريل بني إسرائيل في البحر، وكان جبريل على فرس، فلما وصلوا إلى البر نجوا. كان السامري يومئذ رجلا في بني إسرائيل مع الركب مع الناجين، فلاحظ السامري أن فرس جبريل كلما رفعت حافرها عن موضع يمت، ما زال يلاحظها حتى غلب على ظني ان في هذا الاثر شيء، فعمل الى هذا الاثر فقبضه. قال الله عز وجل يخبر عنه: فقبضت قبضه، هذا السامري يقول فقبضت قبضه من اثر الرسول اي من اثر جبريل فنبذتها، وكذلك سولت في نفسي اخذ هذه القبضه واتى للذهب الذي كان بنو اسرائيل يحملونه معه، فصاغه اذاقه ثم صاغه ثم صنع منه عجلا، ثم خلط هذا العجل بالقبضه التي قبضها، فدب شيء من الحياه بالعجل يدل عليه ظاهر القران، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. كذلك قال الله، قال بعض العلماء ان الخوار صوت الريح يدخل من قبل ويخرج من دبر، لكن هذا اضعف رايا. لماذا اضعف رايا؟ لان بني اسرائيل يعلمون ان الريح لو دخلت من جهه وخرجت من جهه تحدث صوتا، فلا يمكن ان يقبلوا ان يكون هذا اله، لكنه تدرج بهم الى شيء اعلى ولن يكون اله قطعا، لكنه حتى يستطيع ان يخدعهم. قال الله: فاخرج لهم عجلا جسدا له الخوار، وقال: هذا الهكم واله موسى فنسي. وقد ذم الله السامري وصنيعه وقال كما في القران: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. والعلم عند الله، لكن هذا استطراد على قضيه قول الله جل وعلا ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فاعظم ما يجعل المؤمن بعد رؤيه وجه الله ينعم بالجنه امره من الموت، فلا تهدم له لذه. والله يقول: خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقد قال العلماء ان الجنه لا خوف فيها ولا حزن ولا ظما ولا جوع ولا شمس ولا ليل ولا نهار، لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. من يدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم ينعم فلا يبأس، يخرج فلا يموت، لا يفنى شبابه ولا لا يحرم شبابه ولا تفنى ثيابه. ولهذا قول الله ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال الله: افنجعل المسلمين كالمجرمين. نسمع بالحضاره الفرنسيه الان، ولما ظهرت بعد سقوط سجن الباستيل دعت فرنسا الى شعاراتها الثلاثه القائمه الى اليوم: الحريه والاخاء والمساواه. والقران لم ياتي بالمساواه، اتى القران بالعدل، وشتان ما بين المساواه وما بين العدل.
العدل أن تعطي كل ذي حق حقه وتعرف لكل ذي قدر قدره. أما المساواة تجمع ما بين حتى ما لا يمكن الجمع بينهما. الله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ قال ربنا بعدها: لا يستوون. ولذلك يعرف عنده، وقد أخذ العالم عن فرنسا ما يعرف بالعلمانية، أخذوا عنه ما يعرف بصناديق الاقتراع، ويقولون إن الناس لهم حق أن يدخلوا، ثم يؤتى بهذا الصندوق ويختار من له الحق للتصويت، ويجعلون صوت زيد كصوت عمرو، والمعنى أنه يؤتى بالرجل الذي يدرس في أرض الجامعات ويعترفون بفضله وعقله وعلمه، فيجعلون صوته مثل صوت أي سجين لو حكم عليه معه، ويأتون بالرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف التاريخ ولا يدري من رجال، ويجعلون صوته مثل صوت العالم الذي يشهدون له بالعلم كل ذلك، ويجعلون الذكر كالأنثى بكل شيء، وليس هذا من العقل بشيء. هذه المساواة جاء القرآن بالعدل، وهو أن يعلم ما عرف بالشيء ثم يعرف يستوي أو لا يستوي. فقال الله جل وعلا هنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والمعنى: ليس عدلا أن نجعل من آمن بالله الذي خلقه ولم يعذب جبهته إلا لله، نجعله كمن أعرض عن الله وأعرض عن ذكره ولم يقبل أن يعذب جبهته لله، محال أن يستوي. قال الله جل وعلا: أن نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالقرآن منزه عن مثل هذه الأحكام الجائرة. قال ربنا هنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم تعجبا كيف تحكمون؟ وبين الله جل وعلا انتفاء الحجج التي يقومون عليها. قال ربنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل يوجد دليل نقلي؟ لديكم كتاب وحي من السماء تدرسون فيه فتقرؤون فيه؟ إن لكم فيه لما تخيرون. تقرؤون أنكم يوم القيامة لكم أن تختاروا أن تكونوا أرفع من أهل الإيمان، وهذا منتفي، إذ ليس بين أيديهم كتاب مثل هذا. ثم قال جل وعلا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ هل أخذتم من الله مواثيق، من الله عهود مستمرة باقية إلى يوم القيامة أنكم إذا أشركتم كنتم أنتم والمسلمين سواء؟ وهذا منتفي. فإذا استطردنا هنا وقلت أعانكم الله على الاستطراد، اليمين تغلظ أحيانا في بعض الأبواب الفقهية، تغلظ مكانا وتغلظ زمانا. فأما تغليظها زمانا فيكون بعد العصر، صلاة العصر. قال الله: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي بعد صلاة العصر، ويغلظ مكانا بحسب الحال. فالإنسان إما في مكة وإما في المدينة أو في غيرهما. فإن كان في مكة فإنها تغلظ بأن يطالب بأن يحبس بين الحجر والمقام عند الركوع، وإن كان في المدينة يطالب بأن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بلدة غيرها يؤتى بأعلى مساجدها الذي يجتمع أكثر الناس فيه، فيؤمر أن يقسم فيه بعد صلاة العصر. قال ربنا هنا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك؟ أم لكم شركاء؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والمراد أنه لديهم نصرة، لديهم قدرة، فليأتوا بهؤلاء الذين ينصرونه، وكل ذلك منتفٍ. قال أصدق القائلين: سألهم أيهم بذلك زعيم؟ من يقدر على أن يضمن لهم أن هذا كله سيقع؟ لا أحد يتحمل ذمما مثل هذا. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، وهذا يكون يوم القيامة، ويدعون إلى السجود. والعلماء في تفسير هذه الآية على أقوال، بعضهم يقول إنه ليس المراد يوم القيامة، وإنما المراد عند نزع الروح. يحاول الكافر
أن يصلي ويسجد؟ فلا. وقد كان سالما قادرا فابتلع، لكن هذا قول مرجوح جدا، لكنني أريده على طريقتنا في التفسير. وجمهور أهلهم على أن هذا يقع يوم القيامة يوم العرض، يأمر الله جل وعلا أهل الموقن بالسجود، فيسجد المؤمن الذي كان يسجد في الدنيا ويمتنع، ويريد أن يسجد كل كافر ومنافق لكنه لا يقدر أن يسجد. ومن هذا تدرك أيها المؤمن تدركين أيها المؤمنة أن السجود أشرف أحوال المؤمن. قال الله أنه هو قامت أناء الليل ساجدا وقائما، وأعظم طريقة لثبات المؤمن على دينه مما يعينه على دينه ثباته في دينه كثرة السجود، وبه تنال أعلى المناصب وأجل ما يرضى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي: يا ربيعة سلمي حاجتك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: وذاك يا رسول الله؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والسحرة من قوم فرعون خروا ساجدين لما تبين لهم بطلان سحره، ثم لما هددهم فرعون لم يكن لهم طاعة ولا عبادة إلا السجود، ومع ذلك أورثهم هذا السجود برحمة الله ثباتا. قالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر الله جل وعلا هنا حال المؤمنين يوم يدعون إلى السجود. فالإكثار من السجود في الدنيا والمراد منه الإكثار من الصلاة يعين المؤمن على أن يوفق يوم العرض الأكبر أن يسجد إذا أمر الله الخلق يومئذ بالسجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وهذا مجرى وحيد عظيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج من حيث اللغة ترك المعاجلة، الاستدراج من حيث اللغة ترك المعاجلة. وقد قال الحسن رحمه الله: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنما استدرجوا بأنهم أعطوا النعم وأنساهم الله الشكر. وإنما إذا كان المؤمن تتوافر عليه نعم الله وبقي مقصرا غير شاكر غافلا عن الله فهذا الاستدراج. وأما إن كان المؤمن تتوافر عليه تتوافر نعم الله ويعلم من نفسه، وإن كان العبد مقصرا على كل حال إلا أنه يعلم من نفسه صلوات في الخلوات ومسابقة في الطاعات ومسارعة إلى الخيرات وخوف من الله ووجل أن لا يقبل الله منه العمل، هذا إن شاء الله تعالى ينجى أن لا يكون مستدرجا، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا وهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم قال الله لنبيه: فاصبر لحكم ربك الشرع والقدر ولا تكن هذا نهي، ولا تكن هذا نهي كصاحب الحوت. والمراد يونس بن متى عليه السلام، أحد الأنبياء الكرام، خرج مغاضبا من قومه، مغاضبا لله من قومه، لكنه ضجر منه وظاهر رأيه أنه لم يستأذن ربه أن يترك قومه. فقال الله لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت. لكن قول الله بعدها: إذ نادى، هذا غيب، والمعنى أن يونس يقتدى به بكل شيء إلا بهذه الحالة. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم أي مملوء هما، كذلك قال عمرو بن عباس وقاله مجاهد وقال أبو العالية وعطاء رحمة الله تعالى عليهما: مملوء كرما. قال ربنا هنا: إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هو نبذ بالعراء قطعا بنص آية الصفات: فنبذناه بالعراء، لكنه نبذ غير مذموم. قال الله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وخبر يونس شهير جدا، مجمله انه خرج مغاضبا من قومه بعد ان انذرهم العذاب، فكان العذاب ابطا، فخرج مغاضبا عليه السلام حتى اتى قوما يركبون سفينه ممنوعه كما قال الله بالفلك المشحون، فركب معهم فاذا بالسفينه تقف، فقال بعضهم لبعض ان هناك عبدا آبقا من سيده، فاستاه مقترعه فجاءت القرعه عليه فالقي في البحر فاذا بالسفينه تمضي فترك، فانتقضوا فاوحى الله جل وعلا الى الحوت ان لا تاكل له لحمه ولا تهشي له عظم، فالحوت على ما اتاه الله من قوه وهو في جوف البحار، عند ان امره وسلطانه تحت سلطان امر الله الواحد القهار، فامر الله الحوت ان لا يهشم له عظما ولا ياكل له لحما، فبقي عليه السلام وجمع الاطراف حتى بلغ به الحوت قاع البحار. قال ان الله جل وعلا برحمته اسمع يونس تسبيح الحصى ودواب البحار، فلما سمعها ادرك ان الحياه ما زالت فيه بعد، فحرك اطرافه ثم خر ساجدا، وورد انه قال اللهم انني سجدت لك في موضع لا اعلم ان احدا سجد لك فيه، ثم اخذ يناجي ربه يستغفر ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقوله لا اله الا انت اعتراف لله جل وعلا بالتوحيد، وقوله سبحانك تنزيه لله اخبار اسمه لك ثناء اما لا نليق به، وقوله اني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. الله جل وعلا يسمع الاصوات وان خفيت ويقضي الحاجات وان كثرت ويغفر الذنوب وان عظمت، بلغ صوته السماء اراد الله جل وعلا رحمه به ان تسمع الملائكه المطيرين بالعرش صوت يونس، قالوا اي رب هذا صوت معروف، ما معنى صوت معروف؟ معنى صوت معروف انه عليه السلام قبل ذلك كان يذكر الله ويسبح ويعبد الله يرجو فيرتفع صوته في السماء، فألفت الملائكة هذا الصوت، لأن الله يقول إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع، أي أن ذكر لله يرتفع، فالملائكة في الملكوت الأعلى تسمع صوته، حتى أصبحت الملائكة لا تستغرب أن هذا الصوت يكثر صعوده من ذكر وتسبيح وتلاوة في السجود في الركوع في الصلاة، ثم فقدته، ثم لما جاء في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تذكرت الملائكة الصوت، قالت أي رب هذا صوت معروف، فقال الله عز وجل لهم هذا عبد يونس حبسته في بطن الحوت، فتشفعت الملائكة ليونس عليه السلام فأخرجه الله، قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون، وقد مضت سنة الله في خلقه التي لا تتبدل، أن الله لا يقبل الإيمان حال الإجماع، حال أن يكون الإنسان مضطرا حال الافتراء، وإنما يقبله حال الاختيار، يقول ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عدد الخزي، بينما قال أن ذكروا في الغار في غافل، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، فأخبر الله أن سنته التي قد خلت في عباده أنه لا يقبل جل ذكره إيمان أحد على الافتراء، لكن الله استثنى قوم يونس كما بسورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنبعها إيمانها، خرجوا يستجدون رحمة الله، والله إذا أراد أن يرحم عبدا قبل أن يرحمه يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه، يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه، هؤلاء الآن قوم يونس ليس عندهم نبيه، لا يوجد عالم، لا يوجد دليل، لا يوجد أحد يرشدهم، ومع ذلك اعتذروا مع
من الذي هداهم؟ هداهم الله. لما هداهم حتى يرحمهم؟ فعداهم الله ان يفرقوا ما بين كل ذات ولد وولدها. جعلوا البقر في ناحيه والابل في ناحيه والغنم في ناحيه واولاد كل في ناحيه. فعدت الامهات الى اولادها والاولاد الى امهاتها في ساعه عظيمه وهو ذنب العذاب يغشاهم. وهم يقولون: اللهم انت الحي حين لحن، وانت الحي وحي الموتى، وانت على كل شيء قدير. فعلمهم جل وعلا كيف يستجدون رحمته. فلما علمهم كيف يستجدون رحمته قبل منهم ذلك الاستجداء، ثم رحمهم قال: الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. قال الصفات: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. وقال في القلم، في سوره القلم: ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكتوم، او ان تتركه نعمه من ربك فنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فكان حاله بعد توبه الله عليه احسن من حاله قبل ان يتوب الله عليه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وان الذي تاب على يونس لقادر ان يتوب علينا جميعا، وان من رحمه الله ان يوفقنا الله لان يتوب اليه. وكلنا ذو خطا لا يسبقه احد للبعد، لكن الانسان يقبل على الله بقلبه، يستحيي من ذنبه، يقبل على الله بصلاة في الليل واستغفار في النهار وركعات في الأسحار وغير ذلك مما شرعه لنا نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قال الله: اشتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم قال الله: إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جمهور أهل العلم على أن المراد به ما يعرف بالعين، أي أنه منتهى أدب فعلهم اليك ان يؤذوك بالعين. وقال بعض العلماء ان الايه لا علاقه لها بالعين، وان المراد انهم ينظرون اليك بحده كان احدهم يريد ان يبطش به. لكنني كما قلت ان جمهور اهل العلم على انها في مساله العين، والعلم عند الله. ولا احب ان اجزم: وان يكاد الذين كفروا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ثم حكم ربنا وهو اصدق الحاكمين فقال: وما هو اي القران الذي انزلناه عليك واوحيناه وما هو الا ذكر للعالمين. فقد جعل الله هذا القران اعظم هذه اليه، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال فتك والقدم. هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده واعان الله على قوله، شاكرا مقدرا لمعالي الفريق قائد حرس الحدود هذه الدعوه الكريمه، قام شاكرا مقدرا لفريق العمل معه على ادبهم وحسن ضيافتهم وكريم دعوتهم، شاكرا مقدرا لكم ايها المؤمنون ايها المؤمنات حضوركم، سائلا لله ان ينفعنا بما قلنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما نقول حجه لنا لا حجه علينا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة. لقد اطمأنت النفوس أيها الإخوة الكرماء، كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن جاء دور الأسئلة. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي بتوفيق الله عز وجل توصلني إلى الحياة الطيبة، أو ما معنى الحياة الطيبة التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم؟ قال ربنا عبد العزيز رحمه الله: إن معنى الحياة الطيبة الرضا بقدر الله. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فأعظم ما يتاح الإنسان أن يرضى بالله ويرضى بقدره. والمعنى أن يرضى بالله أن يرضى بأحكام شرعه، بأن يرضى
بما شرع الله لنا من عبادات وطاعات نتقرب فيها إليه، فنقوم بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فإن أصابنا ما يصيبنا من البلاء صبر العبد واحتسب، وعلم أن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، ولن تخلو حياة المؤمن من حزن أو هم أو غم. هذا جرى حتى على خيار خلق من الأنبياء والرسل، لكن منتهى الأمر أن المسلم يطمئن إلى ربه ويعلم أن الحياة إنما هي زهرة زائلة ونعمة حائلة، وأن مرد الجميع إلى الله، فيكون كل ما يشغله هو كيف يفيء إلى ربه تبارك وتعالى وكيف يفيد إلى مولاه. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. الغاية من إنزال القرآن الكريم الذي هو مصدر عزنا في هذه الحياة هو تدبره وتفهم معانيه، فما هي الأسباب التي تعيننا إلى ذلك؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفال. ومعنى تدبر القرآن أن ينظر الإنسان في المعنى المراد من الآية فيعمل به، فيقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله، ويهتدي بهدي من زكى الله هديه، ويجتنب من ذم الله صنيعه. هذا تدبر القرآن. الله عندما قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فيقرأ المؤمن القرآن ويجاهد نفسه وهو لوحده أن يبكي ويخشع ويسجد، فيكون قد تحلى بالأبرار تأسى بالأخيار. هذا هدي من تدبر القرآن. قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. من تدبر القرآن نأى بنفسه أن يتبع الشهوات وأن يضيع الصلوات، لأنه يعلم أن تدبر القرآن يدل على ذنب ذلك الصنيع. الله جل وعلا يقول في كتابه: وبالوالدين إحسانا. لا تقول هذا الله إلا تبرأت في القرآن. حتى لما جاء في وصايا لكم من لقمان ذكر بر الوالدين، لما ذكر مكارم الأخلاق بدأ بالعبودية ذكر بر الوالدين، وهكذا في أكثر آيات والصور. فيعلم العبد أن حق الوالدين عظيم فيبرهما، وهذا ثمرة من ثمرات تدبر القرآن، وعلى هذا الطريق يسير والله يوفقه. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. تفشى في هذا الزمن بين الذكور والإناث داء الحسد والغل، فما هي الأسباب التي تعيننا بعد توفيق الله عز وجل للتخلص من هذا الداء؟ هو يقع واستقع وصايا لمن ابتلي بأن يحسد، وتكون وصايا لمن ابتلي بأن يحسد. فأما الأول فيعلم يقينا أن الأمور بيد الله. قال الله: أو يقسمون رحمة ربك. والله جل وعلا جعل الحسد ذما لقوم ذمهم، فقال جل وعلا: يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا على ابراهيم الحكمه واتيناهم ملكا عظيما. وهذا في ذنب اليهود، فليس الحسد قطعا من صفات الاخره. وقد قال بعض اهل العلم: ان كل جسد مركب فيه الحسد، لكن الكريم يكتمه واللئيم يظهره. والانسان يجاهد نفسه اذا راى خيرا عند غيره، ويسأل الله من فضله وخيره، ولا حرج أن يربط أخاه أن يكون مثله، لكن لا يتمنى زوال النعمة في الحال. لكن البعض عياذا بالله لا يكتفي فقط بتولي زوال النعمة، إنما يسعى ويفتري الكذب. كل ذلك يريد أن ينزع من أخيه سلطانا، أو ما أتاه الله من فضل كان مالا أو جاها أو علما أو مرتبة أو درجة أو غير ذلك. وقطعا لم يقع إلا ما قدر الله. أما بالنسبة للمحسود فإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. قالوا في أخبار السابقين إن ملكا من الملوك كان يجل أحد الوزراء أحد مستشاريه، وكان هذا المستشار لا يحب الجاه والنفحة والظهور بين الناس، فحسده بعض الوزراء. وكان الملك في ذلك الزمان كلما أراد أن يقضي أمرا استشار هذا الرجل فحسده الناس، فجاء أحد الحاسدين إلى الملك وقال له: إن هذا الرجل أي الذي تستشيره وتبجله وتعظمه يذكرك بسوء ويقول عنك إن رائحتك كريهة، ويقول كلما يقول أنه يقول له أنني كلما دنوت من الملك
وضعت يدي على أنفي حتى لا أشم رائحة وأضعت أمي. فغضب الملك مما سمع. هذا الوزير علم بموعد لهذا المستشار مع الملك فدعاه إلى طعام قبل أن يذهب للقاء الملك وأكثر فيه من الثوم. فأكل المستشار دون أن يدري ماذا بيّت الوزير له. فلما أكثر فيه من الثوم وذهب للقاء الملك استحيا أن يدنو من الملك ورائحة الثوم فيه، والملك يريد أن يختبره ويطلب منه أن يدنو. اقرأ هذه ما هذا ادنو مني. فدنا وهو يضع غطاءه على ثوبه كمه وتركه على فمه على فمه حتى لا تخرج الرائحة على فم الملك. والملك بهذا تيقن أن قول الوزير حق فغضب وسكت. ثم كتب كتابا إلى عامل له، عامل له أي والي على إحدى المناطق على إحدى الأمارات على إحدى الولايات، وقال له إذا جاءك مستشاري هذا فاضرب عنقه. ثم ختم الكتاب وطواه وقال للمستشار خذه واذهب به إلى والي منطقة كذا وكذا أعطيه إياه ولا تفكه بعلمه دعه ويفتح. قبل المستشار وقال له هذه جائزة لك. فأخذها وذهب. فلما أخذها وذهب وهو خارج منه ذات القصر قابله الوزير فقال الله تعالى بك الملك. قال أكرمني بالجلد كتب لي صلة هدية. قال معقول هذا؟ قال لك. فقال هل تسمح لي؟ قال نعم. فأعطاه الكتب حسب أن فيه جائزة فأراد أن يقرأ بها. فأخذ الكتاب وذهب إلى ذلك الوالي فضرب عنقه. فلما رجع المستشار إلى الملك قال من الذي ردك؟ قال أيها الملك خرجت من بابك. فقال لي الوزير اسألك أخبرني ما فعل بك الملك فأخبرته. فقال لي هل تعطيني الجائزة؟ فأعطيته إياه. فقال الملك إن ذلك الوزير قد قال لي عنك كذا وكذا. فأخبره الوزير مستشار بالقصة وأنه أكل ثوما عنده فاستحيا. فترى هذا المستشار حفظه الله بحسن صنيعه. فنقول والله لم تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. والله يقول فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أسأل الله لنا ولكم العافية. جزاك الله خيرا. وردنا سؤال من إحدى الأخوات الحاضرات يقول الله تبارك وتعالى والقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فتسأل وتقول يا فضيلة الشيخ ما معنى هذه الآية؟ نعم. الغيب ضد الشهادة. والرجل إذا ترك داره ترك بيته والزوج الأب فإنه لا يكون شاهدا فيه، لا يدري ما الذي يصنع به، من الذي يصنع في البيت. فإذا المرأة حفظت زوجها حال رجعته فيما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه من عفتها وكرامتها وصون فراش زوجها وقيامها بواجب أو أبيها، ما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه إذا صانت ذلك رغم أن الزوج الذي يحمل ويذود ويدافع وينهى غير موجود، دخلت في سر نظم من زكاهن الله جل وعلا في هذه الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وردنا سؤال مفاده يقول الله تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فما معنى هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟ هذه الآية ذكر الله جل وعلا في سورة الصاد في مدح جملة من أنبيائه ورسله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. فيقف المؤمن هنا جاءت منمنة حتى تنقطع الإضافة لما بعد يكون بدل اجتماع. فقال الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم بمزية أعطيناهم عطية. ثم بيّن قال ذكر الدار أي أنهم يجعلون الدار الآخرة بين أعينهم يقربون لقاء الله، لا يدعون شيئا ولا يأتون شيئا، لا يحجمون ولا يقدمون إلا ويجعلون عظمة الله جل وعلا بين عينيهم فيتذكرون الدار الآخرة ولقاء الله. نعم. السؤال التالي وردنا
ما تفسير قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ الآية توصل لسورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله أتى أي قرب إتيانه ولم يأتي بعد، لأن قول الله فلا تستعجلوه دليل على أنه لم يأتي، فلا يقال الشيء الذي أتى وانتهى لا نستعجل، لكن المراد أنهم كانوا يستبطئون قيام الساعة ويقولون لا ساعة ولا بعث ولا نشر. فالله جل وعلا يقول: قال مرة اقترب للناس حسابهم، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، هنا قال أتى أمر الله، وإنما عبر بالفعل الماضي أنه آت لا محالة، إذ أن الله يحكم ولا معقب لحكمه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم أن حسن الخاتمة أمنية كل مسلم ومسلمة في هذه الدار، فكيف أصل بتوفيق الله إلى هذه المنزلة؟ نوصل الأول سؤال الله حسن الخاتمة، ويوصل إلى حسن الخاتمة بطريقه. فنقول هو سؤال الله ذلك، والأمر الثاني الإخلاص بالصراحة، يكون للمؤمن صراحة عند الله يدخلها اليوم يلقاه فيه. إذا وجد هذا انطبع القلب على سريرة حسنة ختم الله جل وعلا له الإخلاص. والله أجل ورحمة وأكرم من أن يخلق عبدا اتقاه في السر، ولا يهلك على الله إلا هذا. وقد قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال جل ذكره: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والله من تدبر القرآن تدبر السنة علم أن أحدا لن يوفق إلا بتوفيق الله. وقد مر دروس كثيرة أن أحد العلماء كان يقول: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ أسأل الله الهداية والتوفيق والحول وحسن الخاتمة، إنه هو سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا. في الختام أيها الإخوة الكرماء، جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي عرج فيها بنا على هذه المعاني القيمة والفوائد العظيمة في هذه السورة العظيمة. والقرآن كله عظيم، قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جعله الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ورزقنا الله تدبره والعيش معه والعمل به. والشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وحسن إنصاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.